بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحاديث كثيرة في فضل طلب العلم وحضور مجالس الذكر، وأن ذلك من أفضل الأعمال، أفضل من صلوات النوافل، وأفضل من صيام النوافل، لأن المتفقه في دين الله ينفع نفسه وينفع غيره، فنفعه يتعدى إلى غيره. وأما نوافل الصلوات فإن نفعها قاصر على صاحبها ولا يتعدى إلى غيره، ولا شك أن العمل الذي يتعدى نفعه أفضل من العمل الذي يقصر نفعه على صاحبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وهذا تشبيه بليغ، لأن القمر يضيء للناس ويتعدى نفعه وينتشر ضوءه على الكون، يستفيد الناس منه. وأما الكوكب فإن ضوءه قاصر عليه. هذا مثل العالم والعابد. إذا صار الاشتغال بطلب العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، مما يدل على الحث على طلب العلم والحرص على التفقه في دين الله عز وجل. وليس التعلم والتفقه أن الإنسان يقرأ في الكتب ويطالع فيها ويقتصر على ذلك، تخرج على الكتب، فهذا خطره عظيم على الشخص وعلى غيره، لأن الكتب لا يعتمد عليها في تلقي العلم، وإنما الكتب آلات وأدوات تحتاج إلى من يبينها، تحتاج إلى من يفحصها، لأن كثيرا منها يشتمل على أخطاء، يشتمل على مذاهب باطلة، ويشتمل على آراء قريبة، فلا يميز هذا إلا أهل العلم. وكذلك الإنسان الذي يقتصر على الكتب قد يفهم فهما خاطئا ويظن أنه فهم ما في الكتاب وهو لم يفهمه، ولم يفهم غرض المؤلف، فيعتمد على رأيه ويظن أن هذا هو معنى ما قرأه. وكم يحصل لهذا من أخطاء كثيرة. فلذلك يجب الحرص على طلب العلم والتلقي عن أهل العلم. ولو احتاج الإنسان إلى أن يسافر ويتحمل المشقة، فإن السلف كانوا يسافرون المسافات الطويلة لطلب العلم، ويأخذون العلم عن العلماء في الأقطار البعيدة والنائية، تعرضون للأخطار، تعرضون للجوع والعطش. لو كانت الكتب تكفي
استراحوا من هذا كله. كان الواحد منهم يجمع كتب عنده في بيته ويقرأ فيها ويصدر عنها، لكنهم علموا أن هذا ما يؤخذ من الكتب. الكتب إنما هي أدوات، فلو كان عندك سلاح هذا أداة، فلا بد أن تذهب إلى من يدربك عليه ويريك كيف تستعمله، وإلا فإنه حري أن يقتلك أو يقتل غيرك. فهو خطر، إذا كان السلاح بيد إنسان لا يحسن صار خطرا. كذلك الكتب، كتب إنما هي سلاح وأدوات، تحتاج إلى أهل الخبرة، تحتاج إلى أهل المعرفة والبصيرة. بل إن بعض العلم تخرج على العلماء بدون قراءة كتب، يتلقى منهم تلقي، لأن الأكفة الذين لا يبصرون لا يقرؤون الكتب، ومع هذا نبغ منهم علماء هول، لأنهم تلقوا العلم عن العلماء، ما تلقوا عن كتب. ففيه قدر كبير من العلماء الأكفة تخرجوا على تلقي من أهل العلم وهم لا يقرؤون كتبا، فلا بد من هذا الأمر تنبه له، لأنه سرت في الناس الآن ظاهرة خصوصا في الشباب أنهم زهدوا في طلب العلم وصاروا يقتصرون على الكتب وعلى المطالعات، وهذا فيه خطر عظيم عليهم وعلى المجتمع، لأنهم سيقولون بغير علم وسيفتون بغير علم بناء على فهمهم وإدراكهم، فيضلون ويضلون. نعم، ونحن في هذه الجلسات تلقى أسئلتكم ونحاول الإجابة عليها، لأن من وسائل طلب العلم السؤال والجواب، هذا من أعظم وسائل طلب العلم. فنحن في هذه الجلسات في مثل هذه الليلة نخصصها لهذا الجانب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للصواب في القول والعمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، أعرض أسئلتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في اللقاء الأول من شهر ذي القعدة في ليلة السابع منه من عام 22 و400 ألف. هذا سائل يا صاحب الفضيلة يقول: هل التكبير المطلق يؤدى به أدبار الصلوات المكتوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله جل وعلا شرع التكبير في عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق وفي ليلة عيد الفطر، في ليلة عيد الفطر، وهذا يسمى بالتكبير المطلق الذي لا يتقيد بوقت أو يتقيد بحالة مخصوصة، بل المسلم يكبر الله بين فترة وأخرى ويكثر من التكبير، وهو جالس وهو يمشي وهو يبيع ويشتري وهو على مكتبه أو على فراشه، ويكثر من ذكر الله ليلا ونهارا، من التكبير ليلا ونهارا، هذا مطلق، ويكون في العشر، عشر ذي الحجة، ويكون في وهي الأيام المعلومات، اذكروا الله في أيام
ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، الأيام المعلومات عشر ذي الحج، عشر ذي الحج. وكذلك في أيام التشريق والتي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيذكر الله فيها في أدبار الصلوات، وهو التكبير المقيد بأدبار الصلوات المفروض، ومع الجماعة إذا صلى الفريضة مع جماعة فإنه يكبر بعد ما يسلم، أما إذا صلى نافلة أو صلى منفردا، صلى الفريضة منفردا إنه لا يكبر، وإنما يكبر في أدبار الصلوات المفروضة مع الجماعة إذا صلى مع الجماعة، هذا هو التكبير المقيد، ويكون في أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن التكبير في ومن الذكر في الأيام المعدودات التكبير المقيد، ومنه رمي الجمار، من ذكر الله، رمي الجمار من ذكر الله عز وجل، ذكر الله على ذبح الهدي والأضاحي. وأما بالنسبة للمحرم إذا أحرم فإنه يشتغل بالتلبية بدل التكبير، وإذا كبر بعض الأحيان فلا بأس، لكن يكون غالب اشتغاله بالتلبية لأنها شعار المحرم. وأما غير المحرم فإنه يستمر على التكبير في يوم عرفة وفي يوم العيد، عيد الأضحى يستمر على التكبير، وأما المحرم فإنه إذا أحرم يشتغل بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة دخل وقت التكبير في حق التكبير المقيد بأدبار الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يرى بعض طلاب العلم أنه لا حاجة للسفر الآن لطلب العلم، وذلك لوجود الأشرطة للعلماء وفيها شروحهم للكتب، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا ما هو طالب علم، هذا جاهل، لا يكفي الاستماع للأشرطة ولا القراءة في الكتب، بل لا بد من الجلوس في مجالس العلم أو في الفصول الدراسية والدراسة النظامية، لا بد من الدراسة على أيدي المدرسين، ولا تكفي الأشرطة ولا تكفي الكتب، الكتب أحسن من الأشرطة، لأن الكتب محررة ومكتوبة، أما الشريط يتكلم الإنسان وقد يخطئ في كثير من الكلام، يعني لأنه لم يحضر أو لأنه غاب عنه ما يريد التكلم فيه أو يرتجل كلاما. إذا كانت الكتب لا يعتمد عليها وهي محررة ومكتوبة، فكيف يعتمد على الأشرطة التي يقع فيها الخطأ كثيرا؟ فينبغي تفطن لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف تكون الطريقة المثلى لتعريف الأطفال وهم من دون السابعة بخالقهم، وكيف يتم تأسيس العقيدة الصحيحة لهم؟ دون السابعة ما يميزون ولا يدرون، لكن إذا بلغوا السابعة وبلغوا سن التمييز يبدأ تعليمهم. والاعتراف بالخالق هذا فطري، هذا مركوز في الفطرة، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فهذا مركوز في الفطر، ما يحتاج أنهم يعلمون إياه، لكن إذا بلغوا سن السابعة يؤمرون بالصلاة ويدرسون شيئا من التوحيد، درسوا شيء من الحديث خفيف، أشياء خفيفة، لأنهم ميزوا صاروا يعرفون ما يقال لهم. أما قضية
أما قضية تعليمهم توحيد الربوبية أو من ربك أو ما أشبه ذلك، هذا مركوز في الفطر. لكن القول من ربك ليس معناه الإقرار بالربوبية فقط، معناه من ربك أي من هو معبودك، لأن الرب يطلق على الإله على المعبود. فإذا ذكر الرب دخل فيه الإله، وإذا ذكر الإله دخل فيه الرب، وإذا ذكر جميعا صار للرب معنى وللإله معنى آخر، مثل الإسلام والإيمان، مثل الفقير والمسكين. هذه أشياء قد تتداخل وقد تفترق حسب المقامات. فالحاصل أن توحيد الربوبية هذا مركوز في الفطر، ويولد عليه الطفل، كل مولود يولد على الفطرة، ولا ينكر الرب إلا إذا غيرت فطرته، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان، إذا غيرت فطرته فإنه يتغير. أما لو ترك على فطرته ثم بوشر بتعليم الدين الإسلامي توافق هذا مع الفطرة، فإن هذا يتوافق مع الفطرة ويتماشى معها، هذا هو التعليم الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض العلماء يرى أن مجرد خرع الخفين ينقض الوضوء، والبعض لا يرى ذلك، والبعض منهم يفصل ما إذا خلع الخفين وهو على طهارة أو إذا خلعهما بعدما أحدث. والسؤال: ما هو الراجح في هذه المسألة؟ هذه الأقوال أنا ما اطلعت عليها، لكن من العلماء وهم الأكثر أنه إذا خلع الممسوح عليه بطل وضوءه، لأنه خلع الممسوح عليه فزال محل الرخصة، زال محل الرخصة، لأن محل الرخصة هو الممسوح عليه، فإذا خلعه زال محل الرخصة فزال الحكم. ومنهم من يقول إذا توضأ والمدة ما نفذت ومسح فإنه يرتفع حدثه ولو خلع بعد ذلك. ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية يرى أن خلع الخف بعد المسح عليه لا ينقض الوضوء، ويقول هذا مثل شعر الرأس، لو مسح عليه وحلقه ما انتقض وضوءه مع أنه مسح على شعر الرأس. فنقول فيه فرق بين شعر الرأس وبين الخف، لأن شعر الرأس تبقى أصوله التي ما هو يزول الشعر نهائيا، بل تبقى أصوله، وأصوله لها حكم الفروع، خلاف الخف إذا خلع فإنه لا يبقى له شيء، وتبدو الرجل، وإذا بدت الرجل فإن فرضها الغسل، إنما المسح لما كانت الرجل مستورة، فإذا كشف ما عليها وظهرت فإن فرضها الغسل، لأنه زال محل الرخصة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: انتشرت دعاية عند الإشارات المرورية والمجمعات الحكومية في المدن والقرى أحيانا للتحذير من المخدرات، وأحيانا للتنبيه على أهمية الحزام، وهي حتى لا تروح الروح. والسؤال: هل هذه الجملة صحيحة شرعا؟ لا بأس بذلك، تحذير الناس من الأخطار والمحرمات، تحذيرهم من المخدرات، هذا طيب، وبيان أخطارها عليهم، وكذلك أمرهم بالوقاية من الخطر، لأن الحزام هذا وقاية، والوقاية من الخطر مطلوبة. قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اتخاذ الحزام هذا من الوقاية بإذن الله، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة هذا الحديث: إن خياركم عند الله من إذا رؤوا ذكر الله؟ والله هذا سمعته مر علي أكثر من مرة، لكن لم أطلع على درجته. وعلى كل حال، أن
أن أهل الإيمان فيهم خير كثير، وهم يذكرون بالله عز وجل. رؤيتهم ما هو المقصود مجرد رؤيتهم، لكن رؤية أفعالهم، رؤية أفعالهم وتصرفاتهم وسماع أقوالهم تذكر بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا والحمد لله حريص جدا على حضور مجالس العلماء، ومنذ 9 أعوام وأنا حريص على حضور مجالس العلم وخاصة دروس فضيلتكم، لكن مشكلتي أنني أكتفي بهذه الدروس ولا أطالع في الكتب، فهل يكتفي هذا أم لا بد مع ذلك من المطالعة في الكتب؟ إذا كنت تحضر دروس المشايخ فعليك أن تقرأ الكتب التي يشرحونها قبل أن تحضر، عليك أنك تقرأ الكتب التي يشرحونها قبل أن تحضر، من أجل أن إذا أشكل عليك شيء تسأل عنه، ولا يبقى في الكتاب شيء لا تفهمه. فإذا قرأت الكتاب وسمعت شرح الشيخ عليه ترسخ ذلك في ذهنك. أما إذا جئت وأنت لم تقرأ كتاب وسمعت الشرح فإنه لا يترسخ في ذهنك مثل ما إذا قرأت الكتاب قبل أن تحضر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ولو أنك حفظت الكتاب عن ظهر قلب لكان هذا أحسن وأبلغ في التعلم، وإذا لم تحفظ فعلى الأقل طالعه وتأمل فيه قبل أن تحضر، حتى ربما إذا فهمت فهما خاطئا يتعدل عند المدرس، إذا أشكل عليك شيء تسأل عنه المدرس فتكون تفهم الكتاب فهما جيدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأشهر الحرم نسخت أم لا؟ وإذا كانت لم تنسخ هل العمل الصالح فيها مزية؟ وما حكم من يخص رجب بصيام أو عمرة؟ أوضحوا لنا ذلك. اختلف العلماء في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم معناها التي حرم فيها القتال من أجل أن يتمكن الناس من الحج والعمر، أنهم كانوا في الجاهلية في قتال وأخذ وسلب ونهب، فجعلت الأشهر الحرم من أجل أن يتمكن الناس من الوصول إلى البيت للحج والعمر. والأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، شهر المحرم هذه 3، والرابع شهر رجب. شهر رجب هذه هي الأشهر الحرم. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، هذه 4، 3 سرد و1 فرد كما يقولون. اختلف العلماء هل نسخت وصار يشرع القتال يعني هو الجهاد في سبيل الله في كل وقت، هذا قول وهو الصحيح بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولم يقيد هذا بغير الأشهر الحرم. وقال سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم احصروهم اقعدوا لهم كل مرصد. وليس المراد بالأشهر الحرم هنا 4، المراد بالأشهر الحرم الفسحة التي أعطيت لأهل العهود في أول سورة براءة: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فالذين لهم عهود أمر الله أن يعطوا فسحة 4 أشهر، ثم بعد ذلك يعلن عليهم القتال. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي هذه الفسحة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
فآيات الجهاد نسخت الأشهر الحر وشرعت الجهاد في كل وقت، جهاد في سبيل الله عز وجل، فلا يمنع الجهاد في أي وقت كان، هذا هو الصحيح. ومن العلماء من يقول لا، إنها باقي تحريمها ولا يجوز القتال فيها. نعم، ولكن الأول هو الصحيح وهو الراجح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: وأما شهر رجب فلا يخص بشيء من العبادات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يخصه بشيء من العبادات، وكان شهرا تعظمه الجاهلية ويعظمه المبتدعة الآن، يعملون الرجبيات فيه والإسراء والمعراج، يحتفلون في آخره 27، يظنون أن هذه ليلة الإسراء والمعراج ويصومون منه، كل هذا لا أصل له، فإنه لم يثبت في شهر رجب خاصية إلا أنه من الأشهر الحر، إلا أنه من الأشهر الحر. وأما العمرة فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر فيه، وإنما اعتمر في أشهر الحج، كل عمره في أشهر الحج، ثلاث منها في ذي القعدة والرابعة في شوال لما رجع من حنين، فكل عمره صلى الله عليه وسلم الأربع كلها في أشهر الحج، ولم يكن منها شيء في شهر رجب. وشهر المحرم له فضيلة، شهر المحرم له فضيلة، وهو أنه يصام كله، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ويتأكد صيام يوم عاشور من شهر محرم، وصوم يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود، هذا في شهر محرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: حثثتم على طلب العلم، فلماذا لا تنقل دروس فضيلتكم على الإنترنت ليستفيد منها العدد الكثير، وخاصة أن لفضيلتكم قبولا بكثير من أقطار العالم، وإلا ظهر في وسائل الإعلام من لا يحسن العلم؟ هذه مبالغة في أن لنا قبول في أقطار العالم، هذه مبالغة لا أرضى بها، ولكن أرجو أن الله يجعل في ذلك شيئا من النفع. وأما جعله في الإنترنت، أنا لا أعرف هذا الشيء، لا أعرف هذا الشيء، فإذا كان أحد يستعد ويرتب لهذا الشيء فلا عندي مانع في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أيهما الأفضل، أن أبقى بعد الأذان لإكمال حضور الدرس وسماع الأسئلة والأجوبة عليها، أو أخرج قبيل الأذان لإلقاء كلمة في مسجد آخر؟ كله طيب، لا إن جلست تستمع وتستفيد، ولا إن ذهبت تدعو إلى الله تنصح، كله عمل طيب، فأنت مخير بين الأمرين. نعم. وخروجك لهذا الغرض خروج لغرض صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال وصفه صاحبه أنه مهم جدا، وأنه موسى عليه من شخص آخر، وهو صاحب السؤال، ويقول فيه: ما الحكم إذا أفطر الصائم سهوا في صيام يوم الاثنين والخميس، وكذلك إذا جاء عنده ضيف في وقت الغداء وهو صائم ومحرج منه، ماذا يفعل في ذلك؟ صيام النفل يجوز أن الإنسان يقطعه ويفطر، خصوصا إذا كان لهذا سبب، إذا كان لهذا سبب مثل حضور ضيف عنده، أو أنه دعي إلى وليمة، فإنه ينبغي أنه يفطر ويأكل، لأن صيام النافلة لا يلزم إتمامه، وقد قطعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما صيام نافلة، فلما ذكر له بعض أزواجه أنه حضر عندهم شيء من الطعام
فإنه طلبه وأكل منه عليه الصلاة والسلام، وقال لقد أصبحت صائما، ولكنه طلب هذا الطعام وأكل منه، فدل على أن صيام النافلة لا يلزم المضي فيه ولا يلزم إتمامه، وإذا قطعه لا يلزم قضاؤه، فالأمر واسع في هذا. إنما صيام الواجب هو الذي لا يجوز قطعه، سواء كان صيام رمضان أو قضاء من رمضان أو صيام كفارة، صيام الواجب أو صيام نذر، صيام الواجب لا يجوز قطعه، وأما صيام النافلة لا يجوز قطعه، والإنسان بالخيار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هناك بعض الأشخاص إذا طلب منهم أن يسألوا أهل العلم بعض المسائل قالوا لا حاجة لذلك، ويتحججون بقول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ولماذا لا يحتجون بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ لأن هذه آية عامة وباقي العمل بها. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، هذا في وقت نزول الوحي، في وقت نزول الوحي لا يسأل الإنسان عن شيء سكت الله عنه خشية أن ينزل شيء يحرمه، هذا هو هذا وقت التشريع وقت نزول الوحي. أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تقرر الشريعة وكمال الشريعة فالسؤال مطلوب: صلوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. كون الإنسان يبقى على خطأ يقول: ما أنا بسائل أخاف قال لي هذا حرام، تبقى على الحرام، يجوز لك هذا أنك تبقى على الحرام؟ فما يجوز ولا يقول به أحد، فيجب أنك تسأل، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أنا طالب علم مبتدئ ولدي إلمام ببعض المسائل الفقهية وبعض مسائل العقيدة، فهل ألقي دروس مبسطة في بعض المساجد أم لا، وما هي الطريقة الصحيحة لهذا الأمر؟ الطريقة الصحيحة أنك تقرأ على الناس في المسجد أو في المجالس، تقرأ عليهم من كتاب الموثوق، تقرأ عليهم في رياض الصالحين، تقرأ عليهم في الأربعين النووية مع شرحها جامع العلوم والحكم، تقرأ عليهم كتاب يستفيد أنت وهم يستفيدون. وأما أنك تشرح أو تلقي درسا وأنت غير متمكن، هذا لا ننصح به، لأنك ربما تقع في خطأ وأنت لم تبلغ الإدراك الذي تستطيع به أن تفهم المسائل العلمية ومسائل العقيدة ومسائل الفقه، فالمقام خطر جدا. ولكن عليك أنك تقرأ عليهم، تقرأ عليهم من القرآن، تقرأ عليهم من الأحاديث الصحيحة، تقرأ عليهم من كتب الوعظ الموثوقة، التفسير ابن كثير، هذا في خير كثير لك وللمستمعين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما حكم التأمين؟ وكذلك تحفظهم، من المستحسن تحفظهم المختصرات في العقيدة وفي الفقه والأحاديث، الكتب الحديث المختصرة تحفظهم إياه، مثل الأربعين النووية تحفظهم إياه وتلقنهم إياه تلقين، هذا شيء طيب. تحفظهم شروط الصلاة، نواقض الوضوء وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، تحفظهم هذه الأشياء، هذا شيء طيب. تسألهم عنها، تحفظهم إياها تسألهم عنها، هذه طريقة أهل هذه البلاد إلى عهد قريب، يلقنون جماعات المساجد ثلاثة أصول، يلقنونهم شروط الصلاة، يسمون هذا الدين، تعليمهم الدين،
كانوا يلقنونهم ويحفظون هذه الأشياء، يحفظونهم إياها ثم يطلبون منهم قراءتها يتأكدوا من أنهم حفظوها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما حكم التأمين التعاوني على رخصة القيادة؟ ما فيه تأمين على الرخصة، هذا من التأمين التجاري ما هو من التعاون. تأمين التعاون تبرعي، باب التبرع، وهو الجمعيات الخيرية، هو الجمعيات الخيرية هذه هي التعاون أو التعاونية، لأن يتبرع ناس بمبالغ من أموالهم للمحتاجين، من أصابته فاقة، من أصابته جائحة، من أثقله دين ولا يستطيع السداد سدد عنه من هذه الجمعية، هذا يسمى جمعية تعاونية، وإن سمي تأمينا لكن أنا ما أرى أنه يسمى بالتأمين، أرى أنه يسمى جمعية تعاونية أو جمعية خيرية، لا هو الاسم اللائق. أنك إذا سميته تأمين تعاوني فرح اللي يقولون بالتأمين وقالوا كل التأمين تعاوني، ما حين يقولون كل التأمين تعاوني، ودمجوا هذا مع هذا من باب التلبيس على الناس. التأمين التجاري باطل لما يشتمل عليه من الغرر ومن المخاطرات ومن المراهنات وأكل أموال الناس بالباطل ومن الربا وغير ذلك من المحاريف، يسمونه تعاوني، تعاوني على الإثم والعدوان. نعم وتعاوني، لكن تعاوني على الإثم والعدوان. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما صحة هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلالا في المنام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقال له: ما هذه الجفوة، ألا تزورني؟ لا أعرف هذا، وهذا إن صح فهو خاص ببلال رضي الله عنه، و زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تشرع به لمن كان بالمدينة، أما أن يسافر لزيارة الرسول، زيارة قبر الرسول، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا يجوز السفر لزيارة القبور، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين ولا غيره، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، ولأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يسافرون، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث كنت، ما قال ايتوا وزورون وصلوا عند قبر، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولما رأى علي بن الحسين رجلا يرتاد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقف عند كوة مفتوحة على القبر ويدعو، نهاه عن ذلك وقال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، وذكر له هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لكن من وصل إلى المدينة أو قدم من سفر فإنه يستحب له أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور البقيع، لأن هذا ما يكون مقصودا بالسفر، وإنما هو تابع. أما أنه يسافر بقصد الزيارة هذا محرم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فلا يجوز السفر إلا إلى المساجد الثلاثة فقط، لا يسافر للقبور ولا يسافر للمساجد غير الثلاثة، لأن يعني المساجد في الأرض كلها سواء إلا الثلاثة هذه قد فضلها الله على غيرها من المساجد، فالعبادة فيها أفضل من العبادة في غيرها، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة،
صلاة المسجد الأقصى عن 500 صلاة، فهي تقصد لأجل هذا الفضل، وما عداها من المسائل فالصلاة فيها سواء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قمت بخطبة امرأة ووافق أهلها، ورأيت رؤيا عبرها أحد المشايخ أنني أخطب ثم أنسحب من هذه الخطبة، والسؤال: هل تعبير الرؤية يثني عن المضي في هذه الخطبة؟ يثني. هل والسؤال يقول: هل تعبير الرؤية يثني أو يثني عن المضي في هذه الخطبة، وهل ممكن ألا تقع؟ الأحسن أنك تعدل عنها ما دام أنك رأيت رؤيا وفسرت لك، الأحسن أنك تعدل عنها، وإن ترددت عليك بالاستخارة، صل صلاة الاستخارة وادعو بالدعاء الوارد، وإذا ملت إلى المضي أو إلى عدم المضي فإنك تأخذ بالشيء الذي تميل إليه بعد الصلاة وبعد الدعاء، استعمل الاستخارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: تعرض علي في بعض الأعوام حجج بمبالغ 4000 وأحيانا 5000. حجج. نعم. أحسن الله إليك. يقول: تعرض علي في بعض الأعوام حجج بمبالغ 4000 وأحيانا 5000، هل يجوز أخذها للحج؟ وهل يجوز على عموم أخذ تكاليف الحج مثل سعر النقل وسعر الهدي؟ النيابة في الحج مشروعة عند الحاجة، وإذا أخذ النائب شيئا من المال لأجل التزود به في سفره وينفقه في حجه تكاليف الحج من أجورات وتنقلات وذبح الهدي فلا بأس بذلك، لأن هذا يعين على الحج. وإذا انفضل عنده شيء وكان الذي دفعه إليه لم يطلب إرجاعه فإنه له، يكون له، لأن صاحبه سمح به، ما قال أرجع لنا الباقي، دفع لك هالمبلغ وقال حج منه، وإن بقي منه شيء فهو لك، وإن صرفته كله فلا بأس. وأما أنك تحج من أجل المبلغ هذا لا يجوز، وليس لك حج. إذا كان قصدك المبلغ وقصدك طمع الدنيا فلا تحج، لأن حجك غير صحيح، لأن هذا من طلب الدنيا بعمل الآخرة. الله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا في كتاب التوحيد فقال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وذكر هذه الآية. فالمهم القصد، إن كان قصدك المال فلا تتعب نفسك لا تحج، وإن كان قصدك الحج وتأخذ المال للاستعانة به على الحج فلا بأس. ولهذا يقول العلماء: من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليأخذ. فرق بين العبارتين: من أخذ ليحج فليأخذ، وأما العكس من حج ليأخذ فلا يحج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: والدتي كبيرة في السن وأسكن معها مع زوجتي، وهي تغار غيرة شديدة من زوجتي وتحاول الاطلاع على الأسرار الزوجية ثم تبثها على بعض أخواتي وهم كذلك يرغبون في ذلك، فأنا كلمتها عن هذا، فإذا كلمتها عن هذا غضبت علي وتهجرني وتغلق عليها غرفتها، ثم أتحبب إليها بالهدية، وفي الحقيقة إن هذه التصرفات وطول المدة جعلتني أجد في قلبي عليها، فأحيانا أغضب وأحيانا لا أوافقها في بعض الأمور وأحيانا أعصيها، فما توجيهكم لي؟ لا سيما قال: لا سيما أني ولله الحمد أعلم بالآيات والأحاديث في فضل البر، وهل يلحقني في تصرفاتي إثم؟
نوصيك بأمرين. الأمر الأول الصبر على والدتك وأنت ماجور إن شاء الله، وأحسن إليها، ولو أتاك منها ما تكره اصبر على هذا وأحسن إليها. الأمر الثاني أن تسكن زوجتك في مسكن آخر ما دام بيحصل من الاجتماع في البيت مضار، فإنك تبحث عن سكن لزوجتك وتبعدها عن والدتك، ولعلها تنتهي المشكلة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في دعاء القنوت في رمضان هل يسن للمرأة أن ترفع يديها في التأمين أم لا؟ نعم، كما كالرجل ترفع يديها كما يرفع الرجال، الرجال والنساء سواء عند الدعاء، لأن هذا من أسباب القبول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم حلق العنفقة؟ لا يجوز. العنفقة من اللحية، وهي ما ينبت تحت الشفة السفلى. العنفقة ما ينبت تحت الشفة السفلى، هذا من اللحية، لأنه ينبت على محل اللحية فهو تابع للحية، لا يجوز حلقها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل جامع زوجته في نهاية رمضان عمدا وهي مكرهة، ثم أكل وشرب في أثناء ذلك اليوم، وأمر زوجته أن تأكل وتشرب على اعتبار أنه فسد صومهما، وقد توفي هذا الشخص ولم يكفر لكنه قضى يوما مكان ذلك اليوم. السؤال: ما الحكم بالنسبة للرجل والمرأة، وهل يكفر عنهما؟ بالنسبة للمرأة ليس عليها كفارة لأنها مكرهة، لكن عليها القضاء، عليها قضاء اليوم لأنه فسد لأكلها وشربها، فعليها أن تقضي هذا اليوم. وأما الكفارة فليس عليها قضاء، ليس عليها كفارة لأنها مكرهة. وأما الميت فباق عليه الكفارة، هو قضى اليوم لكن بقيت عليه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابع، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه كفارة الجماع في رمضان. العتق غير موجود، بقي الصيام، فإذا صام عنه وليه أو أقاربه توازعوا هذين الشهرين صاموهما بالتتابع، فإن ذلك يبرئ ذمته إن شاء الله وينفعه. وإن لم يستطيعوا الصيام أو لم يتمكنوا فيطعمون 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع من الطعام، نصف أي كيلو ونصف لكل مسكين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا مؤذن لأحد المساجد وأتمنى أن أحضر لبعض الدروس ولكن يمنعني الأذان، هل هذا العذر مسوغ لترك الدروس الشرعية؟ أحضر الدروس، وإذا جاء وقت الأذان أو قرب وقت الأذان فاخرج واذهب إلى المسجد وأذن، اجمع بين الأمرين، اجمع بين الأمرين. إلا إذا كان أنه ما يمكنك الجمع بينهما فإنك تقدم العمل الذي التزمت به هو الأذان، أو إذا وجدت وكيلا تثق به وتبرع هو ليقوم مقامك فإنك تحضر الدروس وتوكل من يؤذن عنك، وهذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول: أخي مصاب بسلس البول، ولما قلت له صل في المسجد قال لي أحد المشايخ في الرياض، سألته وقال صل في المنزل، والسؤال: ما الحكم الشرعي في ذلك؟ إذا كان أنه يحصل يخرج منه شيء في المسجد ويخشى أنه ينجس المكان فيصلي في بيته، أما إذا كان أنه متحفظ ولا يخرج منه شيء فإنه يصلي في المسجد، لكن ما يتوضأ إلا عند الصلاة، عندما يذهب للصلاة يتوضأ ولا يتقدم لوقت طويل قبل الصلاة، إنما يذهب وقت الإقامة.
يتوضأ ويذهب ويضع على المخرج شيء يحفظ تسرب البول. نعم مهما أمكن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: اقترضت من شخص مبلغ من المال وطلب مني رهنا فأعطيته أرضا وسمحت له باستثمارها وزراعتها حتى أرد القرض له، ما حكم هذا العمل؟ وإذا كان لا يرضى بإقراضي حتى أعطيه رهنا يستفيد منه كأرض يزرعها مثلا بدون شرط منه، فما حكم هذا؟ هذا ربا. القرض لا يؤخذ عليه منفعة دنيوية. في الحديث: كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على ذلك أنه يحرم القرض، يحرم النفع المشترك. يقول: ما أقرضك إلا بشرط أنك تقدم لي نفع، إما تسكنني بيتك ولا تعطيني سيارة أستعملها ولا أزرع في أرضك. إذا شرط هذا ربا. أما إذا ما شرط لكن أنت بذلت له هذا الشيء بدون شرط عند الوفاء، قبل الوفاء، هذا عند الوفاء، أما قبل الوفاء فلا يجوز أنك تعطيه شيء ولا تعطيه منفعة قبل الوفاء، لكن عند الوفاء لا بأس أنك تزيده من غير اشتراط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا رباعيا، استسلف بكرا من الإبل يعني صغير السن، فلما جاء يطلبه لم يجدوا إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فعند الوفاء إذا لم يشترط لا بأس أنك تسيبه، أما أنك تقدم له شيء قبل الوفاء فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لي زميل في العمل نصراني، وأمضيت السنوات الماضية أحاول تأليف قلبه للإسلام من كلام حسن ومساعدة وغير ذلك، واليوم تفاجأت به يسألني أن أحضر له ترجمة لمعاني القرآن، وقال لي: أريد الاطلاع فقط ولا تظن أني أتحول عن ديني، وسؤالي: هل أهديه هذه الترجمة أم لا؟ وهل أضيف لها كتيبات أخرى عن فضل الإسلام؟ ما دام أنه يقول لن أتحول عن ديني فلا تعطيه شيئا، ما دام أنه بس قصده الاطلاع ولهم تحول عن دينه وليس فيه رجع لا تقدم له شيء، اتركه، أنت بذلت ما تستطيع وأحسنت في هذا، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. أما إذا كنت ترجو أنه يتأثر وأنه يقبل الإسلام، الترجمة القرآن لا بأس، أنها لا تعد قرآنا وإنما هي تفسير. الذي لا يجوز إعطاؤه للكافر هو المصحف، وأما الترجمة والتفسير لا بأس، أو كتب العلم تعطى له لا بأس إذا كان يرجى إسلامه، أما إذا كان لا يرجى إسلامه فلا يعطى شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم سب الدين في بعض الحالات؟ يقول الثاني في زعل: الله يلعن دينك، وهل هذا كفر أو أنه لغو في زعل؟ إن كان زائل الشعور ولا يدري ماذا يقول فلا شيء عليه، لأن هذا مثل المجنون أصلا زائل العقل. أما إذا كان معه شعور يعرف ما يقول فإنه يرتد بها، هذا ردة عن دين الإسلام. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان معه شعور يوم يتكلم بهذا الكلام هذا ردة عليه، أنه يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام من جديد، والله يتوب على من تاب. أما إن كان النزال شعوره ولا يدري ماذا يقول فهذا غير مكلف في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: جاء في حديث الأسماء الحسنى وتعدادها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما الحديث، وجاء منها ذكر الماجد، هل هذا حديث صحيح؟
إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا صحيح، هذا هو الحديث. أما ذكر الأسماء بعده في سنن أبي داود أو أظن أو غيره، فهذه الرواية مدرجة ليست من الحديث، هذه الرواية مدرجة من كلام الرواة وليست من أصل الحديث. وأسماء الله موجودة في القرآن، تتبع القرآن، تتبع ما صح في السنة، والعلماء أيضا تتبعوها وكتبوا فيها شرحوها، فعليك أن تتبع ما في القرآن وما في السنة، أو تقتني كتابا مما ألفه أهل العلم الموثوقين وتقرأه وتستفيد منه في أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل المسح على الجوربين يتم دفعة واحدة أم كل على حدة، بمعنى أخذ ماء ورميه ومسحه على اليمنى، ثم أخذ ماء جديد ورميه ومسحه على اليسرى؟ المقصود المسح بأي طريقة كان، إذا مسحت على الجوارب أو على الخفاف حصل المقصود، ولكن الأفضل أنك تضع يديك مبلولتين بالماء، اليد اليمنى على اليد على الرجل اليمنى، واليد اليسرى على الرجل اليسرى، على رؤوس الأصابع، ثم تمرهما إلى الساقين مرة واحدة ودفعة واحدة، هذا هو الأفضل والأسهل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول: الصغير الذي هو دون البلوغ إذا حلف، هل تلزمه كفارة يمين إذا حنف؟ وهل يلزمني أنا أن أبر يمينه إذا حلف علي؟ لا، الصغير الذي لم يبلغ لا تنعقد يمينه وليس عليه كفارة، لأنه غير مكلف، لا تجب عليه التكاليف، لا الكفارة ولا غيرها، ولكن يربى، يجب أنه يربى على تعظيم اليمين، عدم التساهل بها، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ينبغي أنه يربى على تعظيم اليمين، تهيب اليمين، حتى ينشأ على ذلك. أما الكفارة فليس عليه كفارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أثناء الصلاة أو قراءة القرآن أشعر بإرادتي إخراج ريح، لكني أمسك نفسي، فعند ذلك أشعر بأن ريحا بسيطة جدا تخرج مني، فأتشكك عندئذ هل أحدثت أم لا، فأترك الصلاة أو قراءة القرآن، علما بأن ذلك لا يأتيني إلا عند الرغبة في إخراج الريح، ما العمل وما الحكم في ذلك؟ أولا، لا تدخل في الصلاة إلا بعد أن تتخلص من هذه الأمور، من البول ومن الغائط ومن الريح. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه أو يدافع وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط. فتخلص من هذه الأشياء قبل أن تدخل في الصلاة، تخلص منها وتوضأ وادخل في الصلاة. أما إذا دخلت في الصلاة أو كنت على طهارة يقينية، فإن الطهارة لا تزول بالشك ولا تخرج من الصلاة بالشك، بل تبني على اليقين. وهذا يحكمه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. إذا وجدت ريح حقيقية ما هي بشك تنصرف، أما مجرد الشك فهذا لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة، تبني على اليقين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وذكر فيه قصة الذي لم يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم حكما فقتله عمر بن الخطاب بالسيف. السؤال يا صاحب الفضيلة: وكيف قتله عمر وليس هو الحاكم؟ وهل لأحد من المسلمين أن يفعل ذلك إذا حصل مثل هذا؟ قتله عمر وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم،
الرسول أقره وأجازه على ذلك، هذا أجازه الحاكم وأقره على ذلك. أما إنسان لم يقره الحاكم ولا يجيز له هذا الشيء فلا يجوز له، لأن هذا يصبح فوضى ويختل الأمن بهذه الطريقة. هذا من صلاحيات ولي الأمر، يفعله هو أو يفوض أو يجيز من يقوم بهذا، وعمر أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ليلة الجمعة تابعة لنهارها أم سابقة له لفضيلة الموت في يوم الجمعة أو ليلتها؟ العلماء يقولون كل ليل فإنه تابع لليوم الذي بعده إلا يوم عرفة، إلا ليلة عرفة، فإن ليلة عرفة بعدها ليلة العاشر، وأما بقية الليالي فكلها تابعة للأيام التي كل يوم فليلته ما قبله، كل يوم فليلته ما قبله إلا يوم عرفة فليلتها ما بعدها ليلة العاشر. ولهذا يصح الوقوف في عرفة إلى أن يطلع الفجر ليلة العاشر، ولو وقف ليلة التاسع ما أجزاه ذلك لأنه بتابع له. نعم. وهذا من رحمة الله جل وعلا توسيعه على المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: دخلت مع جماعة يصلون العشاء وأنا بنية صلاة المغرب، وأنا أعلم أنهم يصلون العشاء، فإذا قاموا للركعة الرابعة ماذا أعمل؟ وإذا كان فيه أفضل من عملي هذا فأرشدوني إليه. نعم، فيه أفضل، وأنك تصلي المغرب أولا لوحدك ثم تدخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء، هذا أحسن. وإذا دخلت معهم بما ذكرت بنية المغرب فإنه إذا قام إلى الركعة الرابعة لا تقوم، تجلس تتشهد التشهد الأخير، وإن شئت أن تسلم فلك ذلك، وإن شئت أن تنتظر حتى يسلم وتسلم معه فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا لبس الإنسان خفا على خف أو شرابا على شراب، هل له أن يمسح على الفوقاني أو على التحتاني؟ هذا فيه تفصيل كما ذكر الفقهاء، إن كان لبس قبل المسح يمسح على الفوقاني، أما إذا كان لبس بعد المسح فإنه يمسح على التحتاني ولا يمسح على الفوقاني، فالعبرة ببداية المسح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول: رجل لديه خادمة ومات زوجها في بلادها، هل تعتد عند مخدومها أم يلزمها السفر لتعتد في بيت زوجها؟ تعتد في المكان الذي هي فيه، ما تستطيع السفر، وهذا فيه كلفة عليها وقطع لمصلحتها العمل وهي محتاجة إليه، تعتد في مكانها والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لا يخفى عليكم ما لدول الكفر من دعم لليهود في فلسطين بالسلاح وكل ما يحتاجون إليه مما يزيدهم قوة على المسلمين، ما رأي فضيلتكم في مقاطعة بضائعهم لا سيما الدول الغربية؟ هل يؤجر المسلم على هذا؟ أفتونا مأجورين. هذا من صلاحية ولي الأمر، إذا أمر بمقاطعة بضائعهم فإنها تقاطع، أما إذا لم يأمر ولي الأمر بهذا فإن الأفراد لا يؤثرون، حتى إنك أنت لم إنك ما شريت من بضائع أمريكا يبي يضرها هذا، لكن إذا أصدر رئيس الدولة منع هذا يضرها، لأن يعني كل الرعية تتجنب ولا تورد بضائعهم، هذا يضره. أما إذا كانت بضائع متورد وأنت تقول أنا ما بقاطعها ولا أنا بشاري منها، هذا ما يأثر عليها ولا يضره ولا له قيمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: إذا تيمم الرجل لصلاة فصلى وبقي على طهارة للفرض الذي نعم. يقول: إذا تيمم الرجل لصلاة فصلى ثم بقي على طهارة إلى الفرض الذي بعده، لكنه رأى الماء، هل يبطل تيممه عندئذ؟ نعم، إذا رأى الماء يبطل التيمم بحضور الماء، لأن
طهارة التيمم مؤقتة بعدم وجود الماء. والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمم، فإذا حضر الماء فإنه يبطل تيممه ويلزمه الطهارة بالماء لأنه حضر الأصل. نعم. والعوام يقولون إذا حضر الماء بطل العفو، إذا حضر الماء بطل العفو، هذا صحيح، حضر الماء هو الأصل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يجوز أن أصيد الحمام الذي يعيش في المساجد أو المباني الحكومية سواء كان محليا أو بريا؟ هذا مملوك، الحمام اللي في البلد الغالب أنه مملوك، فلا تأكل أموال الناس. إذا عرفت أن هذا الحمام أنه ماله أحد ولا هو مملوك لا بأس، الأصل اللي في البلد أنه مملوك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول ما معنى قول الفقهاء رحمهم الله أن هذا معلوم من الدين بالضرورة؟ نعم، مما لا خلاف فيه بين العلماء ونصوصه واضحة، والعمل عمل المسلمين عليه سلفا عن خلف، فصار ضروريا ما لحد فيه أي شك، مثل الصلوات الخمس، الزكاة، صيام رمضان، الحج، فكل ما ثبت بالأدلة الصحيحة وجرى عليه عمل المسلمين خلفا عن سلف ولم يخالف فيه أحد فهذا معلوم من الدين بالضرورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول لقد أخذت عمرة ولم أكبر عند نهاية الطواف، وأيضا لم أكبر عند نهاية السعي، علما أنني كنت جاهلا عن هذا، أفتوني مأجورين. لا يضر هذا، لأن التكبير سنة ولا يضر إذا تركته، حتى لو ما كبرت عند البداية في الطواف والسعي، لو ما كبرت طوافك صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول لأب لا يصلي مع الجماعة المسجد، وكلما نصحته قال إني تعبان أو يقول ما أقدر، وكلما كررت له النصح غضب، علما أنه يصلي في البيت. السؤال ماذا أعمل تجاه والدي، وأرجو أن تدعو له بالهداية. أسأل الله له الهداية. وأما أنت فمأجور على النصيحة، لكن لا تقطع النصيحة، واصلها معه واقرأ عليه كلام أهل العلم، وأسمعه المحاضرات اللي في صلاة الجماعة والخطب في صلاة الجماعة، أكرر عليه لعل الله أن يهديه ولا تيأس، وإلا على الأقل تبرأ ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول ما حكم لبس الخواتم المرصعة بأحجار الألماس للرجال؟ لا بأس، ما عدا الذهب لا بأس أنه يلبس الخاتم، سواء من الفضة أو من الألماس أو من الأحجار الكريمة أو غير ذلك، لم يحرم إلا الذهب على الرجال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل صيام عشر ذي الحجة سنة؟ لأن هناك من يقول إن المواظبة على صيامها كل سنة لا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم كم مرة، هؤلاء مخذلون، همهم التخذيل، وأن الناس ما يعملون شيء، كل شيء ما هو صحيح، وكل شيء ضعيف، وكل شيء ما أدري كيف، هؤلاء مخذلون ومرجفون، فلا يلتفت إليهم. صيام عشر الحجة مشروع مستحب، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والعمل الصالح يشمل الصيام، لأن الصيام من أفضل الأعمال، فهو داخل في هذا الحديث الصحيح. وثانيا ورد عن الرسول أنه صام عشر ذي الحجة، كما ذكره صاحب المنتقى المجد بن تيمية في المنتقى، نسبه إلى بعض أصحاب السنن
أن الرسول صام هذا اليوم، صام هذه العشرة. ولو لم يثبت الحديث فدخول في هذا في العموم، في ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه العشرة يدخل فيه الصيام لأنه عمل صالح. لكن هؤلاء كسالى ويريدون أن يخذلوا الناس عن الأعمال الصالحة، ألا يلتفت إليه؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: مسلم يسكن في بلاد الغرب ويريد أن يشتري منزلا لأن الأجار هناك غال جدا، ولكن لا يتم شراء المساكن إلا عن طريق البنوك هناك وهي تتعامل بالربا. السؤال: هل يجوز له الشراء عن طريق البنوك لأنه مضطر لذلك؟ لا، الربا ليس مباحا في أي حال من الأحوال ولا ضرورة. الأجار يحل المشكلة، أنت مضطر يا أخي استأجر، إن تمكنت من شراء بيت بالطريق الحلال فلا بأس، مع أن شراءك بيت في بلاد الكفار ربما أن هذا يدعوك إلى الإقامة وإلى السكن هناك والبقاء هناك، لكن هو مباح، شراء البيت مباح من مال الحلال. أما اشتراؤه عن طريق البنك طريق الربا فهذا حرام ولا يجوز ولا ضرورة إلى هذا، لأن الآجار يحل المشكلة. والله لم يبح الربا في حال من الأحوال، ما أباحه في حال من الأحوال، لأن الله أغنى المسلمين بالحلال وأحل الله البيع وحرم الربا، أغنى الله